على كل حال خلينا نكمل مع حضراتكم ونروح لبعض الاخبار المختلفه. نبدا بشركه امستردام كلينيك، هي شركه هولنديه المفروض ان هي بتواصل حاليا اجراء القياسات الخاصه عشان الناس المشتركه في برنامج النادي الاهلي لاكتشاف واعداد المواهب وتنميتها، واعتقد ده برضو يعني او فكر حلو جدا، فكر مختلف وفي نفس الوقت هيفيدك بعد كده ان انت تشوف مواهب مختلفه متقدمه عندك. طيب ده عن طريق ايه؟ عن طريق مفروض قياسات وبرنامج تحسين اداء موجود وخطه موضوعه وكل شيء زي ما حضراتكم اكيد فاهمين، وبتتم من خلال مجموعة من الخبراء كمان الهولنديين. خلينا نروح نتابع جزء من التقرير ده عشان نفهم أكتر ونرجع نكمل. بقول إن النادي الأهلي اتبنى هذا المشروع بعد موافقة مجلس إدارة النادي وتوقيع عقد الاتفاق بين النادي الأهلي وبين شركة أمستردام كلينيك، في حضور الكابتن محمود خطيب رئيس النادي والسفير الهولندي في القاهرة. ده يعني برنامج علمي تبناه النادي الاهلي ودخل في المشاركه مع الفوندز. فوندز ده اسم المؤسسه اللي بنتعامل معاها. الهدف منه ادخال الناحيه العلميه داخل الانشطه الرياضيه داخل النادي الاهلي والاستفاده من الخبره الهولنديه في هذا المجال. تم الاعلان عن المشروع و في جميع فروع النادي وتم شرح للسادة الأعضاء اللي يحب اللي ينضم معانا للمشروع. أيضا الفرق الرياضية أصغر المراحل السنية تم البداية معاها النهاردة. هدف الاختبارات دي طبعا نشوف إزاي إن احنا نقدر نطلع النتائج اللي هي ممكن تفيد الولاد عشان طبعا أدائهم في اللعبة اللي هم بيلعبوها يتحسن، بالإضافة طبعا إيه المشاكل اللي ممكن تكون موجودة عندهم لو ما قدرناش نتعامل معاها ممكن تعرضهم للإصابة. طبعا ده كل في إطار طبعا في إن احنا بنطور قطاع الناشئين في النادي الأهلي طبقا طبعا لرؤية النادي الأهلي دايما إن هو سباق في حاجة زي كده، وهنكمل طبعا مع باقي الفرق المختلفة لحد ما نوصل إن شاء الله للفرق الأولى إن شاء الله. في الحقيقة احنا بنقسمهم لحاجتين، بنقسمهم طبعا للألعاب طالما هم مشتركين في فرق، وفي نفس الوقت المراحل العمرية. وما بنيجي بنقارن النتائج ديت بنقارن النتائج بما يتطابق مع المرحلة السنية للطفل فيها. فأنا بشوف النهاردة طفل عنده 10 سنين بيلعب طايرة، المفروض الإمكانيات البدنية بتاعته ومتطلبات الطايرة عالميا تكون إيه، وبقارن النتائج ديت. وما بيطلع عندي الريبورت اللي أنا بطلعه والتقرير اللي أنا بطلعه ببدأ أحط خطة عشان السكور بتاعه اللي انا كنت شايف ان هو ممكن ما يتناسبش مع سنه ابدا اشتغل عليه لمده 6 شهور، وبعد كده اعيد تاني القياسات ديت واشوف التطور اللي حصل عند الطفل. انا اتبسطت لما احنا كنا بنقف على البيمز دي، كانت شبه لما بنقف على البيمز زي بتاعه الجمباز، ولما بننط جامد لحد مثلا نوصل ل 100 ل 118 كده. اتبسطت جدا اصل كانت شبه الالعاب، وبرده لما نطينا اللي هو نطينا كده كانت حلوه جدا زي كاننا بننط فور فان يعني. التمرينات اللي احنا عملناها ان احنا جرينا ونطينا وعملنا ضغط وبط وحبدحدف الكورة ونمسكها تاني ونشوف مين هيعمل أسرع واحد، وبعدها بننط ونشوف مين نطته أعلى ونروح ونيجي كتير. بسطت عشان التمرينات حلوة جدا وعجبتني جدا قوي. أنا ببسط واللعب كلهم جميلة قوي وأنا بحبكم جدا. أنا بحبكم. ايوه التمرينات كلها كويسه حلوه ومفيده لينا عشان جسمنا يقوى وايدينا كمان تقوى. هما بيقولوا لي عشان اعرف اعملها، فانا بعرف انا حاجات بعرف اعملها.